تعالوا كده مع حضراتكم نشاهد هذا التقرير عن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. نتابع مع حضراتكم هذا التقرير لنعود ونستكمل بعدها باقي فقرات التاسعة الليلة. تفضلوا. إن الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد. دولة الإمارات وشعب الإمارات يحب مصر والمصريين. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له. حيث اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف مصر الكريم أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى قصر الاتحادية. حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد في بلده الثاني مصر، مؤكداً اعتزاز مصر حكومة وشعبة بالعلاقات بين البلدين الشقيقين وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة. ومن جانبه أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين. وقد بحث الرئيسان سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. هذا وفي نهاية زيارة ضيف مصر الكريم، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمطار القاهرة الدولي.